في الحقيقة الحلقات ال 24 من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو حتى الكوميدية. فاللي فاتوا بقى حلقات امبارح يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات ال 23 ده حقيقة. بس أنت يمكن الأحداث كمان بقى خلاص، إحنا في نهاية الشهر الكريم، كل سنة وأنتم طيبين، فيمكن بقى فيها يعني سرعة في الأحداث، وإن كانت حتى المسلسلات بتتميز بإيقاع سريع، لكن كمان هيكون معانا الحلقات التسعة للمسلسلات اللي بدأت في نص شهر رمضان، زي مسلسل تحت الوصاية اللي بيناقش قضية من القضايا الاجتماعية المهمة جدا، وكمان مسلسل جت سليمة. تعالوا نتابع ملخص الحلقات اللي حصلت بيها الأمس ونرجع ونكمل معكم بقية الكلام. الحلقات ال 24 من مسلسلات رمضان والحلقات التاسعة من النص الثاني لشهر رمضان شهدت أحداث مشوقة. البداية مع مسلسل حرب، بدأت حلقة امبارح بمشهد اسم شرطة تالت العريش بعد انفجاره نتيجة سيارة مفخخة وانهياره بالكامل، وبينجو الرائد عمر الإمام أو محمد فراج والضابط شريف زيدان أحمد سعيد عبد الغني من الحادث، لكن بيستشهد باقي الضباط اللي كانوا متواجدين في الاسم، وبيعتقد شريف إن العملية دي رداً على القبض على مدحت. فضلك، هو الضابط اللي دخل معايا فين دلوقتي؟ في العمليات دايما. في الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان بيتكلم مع الحاجة صفية وبيقول لها اللي حصل في بيت أحمد داش أو سيف ومقابلته لبلال شامة، وإنه هرب منه وخبطته عربية، وبيقول لها كمان إنه حاسس إن سيف يبقى هو ابنه اللي اتخطف من 19 سنة. ما تخليش حبك لسيف يخليك تفكر إنه هو ابنك. يا ابني عيش حياتك بقى وسيبها لربنا. لو ربنا رايد يرجع لك ابنك هيرجعهولك. في الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم، وصل مسعود أو أحمد عيد لحالة صعبة بسبب السحر اللي شربه، ودخلت أمه فريدة سيف النصر علشان تطمن عليه، ولما بدأوا يتكلموا مع بعض قال لها إن هو اللي قتل بلال أخوه. أنت بتقول إيه؟ قتلت أخوه. قتلت مين؟ بلال. قتلت بلال؟ قتلت مين؟ أنت بتقول إيه؟ يا كلب يا ابن الكلب، ما صدقتش فيك حد. قتلت مين؟ قتلت أخوك. قتلت أخوك يا واطي، عشان الأرض هيموتوك. أنت ما قتلتش أخوك، قتلت بلال يا واطي. قتلت أخوك؟ لا، أنت بتقول أي كلام. صح، خان عليك أخوك. آه يا واطي يا واطي، أعمل إيه؟ أنا ما عملتش حاجة لده كله. يا رب يا رب، يا الله يا الله يا الله. في الحلقة 24 من مسلسل الكبير قوي، بتستعد الكبيرة فحتة أسامة إبراهيم للزواج، وبما إن مربوحة أو رحمة أحمد زوجة الكبير مشهورة بالأطقم من الجزء السادس للمسلسل وارتدائها أكتر من طقم غريب ليلة الفرح، فقدمت نصايح للكبيرة فحت وقالت لها عملتي حسابك في الأطقم؟ الكبيرة ردت عليها وقالت تقصدي طقم الصيني ولا الأسنان؟ فقامت مربوحة عرضت عليها أكتر من طقم، وكان منهم ماسك فيلم الرعب سكريم. العم يا كبيرة. بت، ايوه كده يا بت. فكرك ان قعدتي في الجبل نستني الكلام ده؟ الكلام ده رباني. شهدت احداث الحلقه 24 من مسلسل جميله ذهاب شريف او هشام اسماعيل لرجب صبحي خليل في بيته، وبيعرف منه الحقيقه. بعدها بيرجع بيته وهو غضبان وبيطلق آية أو سامية عاطف ويجبرها على التوقيع على أوراق علشان يحرمها من رؤية ابنها وحقوقها الشرعية، وبيطردها خارج المنزل. اطلعي اطلعي بره يلا. لا يا شريف، لا والنبي، لا والنبي، لا والنبي. ايه؟ لا والنبي. فين يا شريف؟ حرام عليك. فين؟ روحي. لا يا شريف، حرام عليك. انت يا شريف. بنت ايه يا ابو بنت؟ مفيش بنات يا اختي. يا شريف حرام عليك. يلا انت مالك؟ ابو سيدك يا شريف بنتي. بدأت الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو باكتشاف جابر الخواجة أو طارق النهري بأن طه القماش بيتعاون مع الشرطة ومنهم المفتش زناتي علشان يثبتوا عليه أنه بيتاجر في الكحول والمخدرات. عرفتوا حاجة عن جابر؟ هلا إيه؟ ما تخافش يا طه، رجالتي في كل مكان،
أول ما هيظهر هيلاقينا قدامه. اللي عايزك تتأكد منه إن أنا مش هيهدالي بال غير لما أقبض عليه. في مسلسل سر الباتع الحلقة 25 حامد بيخرج من السجن وبيلاقي سارة أو ريم مصطفى في انتظاره ومعاها فريد أو خالد أنور، وبيرجع حامد لبيته وبتستقبله والدته بالدموع. وحشتيني يا عم. والله سنة والله عدت هوي ما هاتش بيت. انت كنت عايز نلبس تقبيدة عشان تيجي تزورني؟ لا لو تقبيدة هجيلك زيارتين تاني. تعالى يا حبيبي تعالى. شهدت الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي قيام حنان بإعطاء الأجرة لطاقم الصيادين اللي معاها، لكنهم اشترطوا إنهم هم اللي هيبيعوا الجمبري وإلا مش هيشتغلوا معاها تاني. رفضت حنان وقالت لهم إنها هتشوف صيادين غيرهم، فقالوا لها إنه محدش هيرضى يشتغل وتكون رئيسة المركب واحدة ست، فقررت إنها تستعين بزكريا أو أحمد خالد صالح اللي عمل معاها تمثيلية علشان يجبر الصيادين إنهم يرجعوا يشتغلوا معاها تاني. هتمشوا بما يرضي الله كملنا، بما لا يرضي البحرية كتير. طب ما احنا على طول ماشيين بما يرضي الله. حلو، في حاجات بس عايزة أتأكد إنكم عارفينها في المركب دي. الحلقة 9 من مسلسل جات سليمة للنجمة دنيا سمير غانم شهدت قيام حراس السلطان طمعان بالقبض على الأقزام علشان استجوابهم حول مكان سليمة والموكوس، وده بعد ما عجز السلطان طمعان عن رؤية أو سماع سليمة والموكوس في البلورة السحرية. إيه نامت؟ لسه. لسه إيه؟ ما تنامي بقى، نامت عليك حيطة. يا بنت الجنية، دي منخرها ولا الماستر كي؟ يعني ايه؟ يعني حطت منخرها في الحيطة اتفتحت. هي شكلها حشري.